وزير التعليم يستقبل وفد البنك الدولي لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي. استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وفدا من البنك الدولي، وذلك لمتابعة أوجه التعاون المشترك لتطوير التعليم قبل الجامعي. وأكد الوزير خلال اللقاء على أنه يجب التركيز على محور القراءة وصعوبات التعلم، مشيرا إلى التزام الوزارة بخطة يتم من خلالها عمليات التشخيص ويقوم مدير المدرسة بتطبيقها في المدرسة بمساعدة الوزارة بعد إعطائه الأدوات والتدريب اللازم. وفيما يخص المناهج، أشار الوزير إلى أن مسيرة تطوير التعليم مستمرة، والوزارة مهتمة بالحوار المجتمعي ومشاركة كل الجهات المعنية بالتطوير، وجاري الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية استكمالاً للمناهج الجديدة في المرحلة الابتدائية، ثم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن المناهج ترتكز على المفاهيم الكبرى وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم.